Good evening, my children. How are you? كيف حالكو? Today our lesson is about materials. 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 نقرأها مع بعض. Materials. Materials معناتها المواد. إحنا مثل ما بنعرف كل شيء حولنا أكيد يختلف من إشي لإشي، بتختلف المادة المصنوعة منه. رحين نتعرف على بعض المواد يلي لازم نحفظ اسمها، ونتعرف على اسمها وعلى معناها. الكلمة الأولى اللي هي wood. wood هاي المادة الأولى المهمة والضرورية الكل بنعرفها. wood بمعنى خشب. wood 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 خشب. wood خشب. number two glass بمعنى زجاج. glass زجاج. إذا المادة الأولى wood خشب، المادة الثانية glass زجاج. glass زجاج. number three middle بمعنى معدن. middle بمعنى معدن. طبعا أنا بعرف السؤال اللي بدور بداخلكم جميعا، إنه هون في حرف تي ليش لفظناها حرف الدي، ليش لفظناها إد. هي الكلمة بأصلها باللغة الإنجليزية تلفظ middle ولا تلفظ middle، تلفظ middle بمعنى معدن. middle معدن. number four plastic بمعنى بلاستيك، احنا بنحكي له المواد المصنوعة من البلاستيك. إذن again بدنا نقرأهم wood glass middle plastic wood glass middle plastic wood glass middle plastic. wood بمعنى خشب. راحين طبعا الدروس القادمة راح تكون شرح تفصيلي عن كل مادة من هاي المواد. wood بمعنى خشب. اذا lesson number one الدرس الاول راح يكون about wood. number two glass زجاج. number three middle معدن، المواد المصنوعة من المعدن راح نتعرف عليها. and plastic بمعنى بلاستيك